نبدأ أولى الكلمات اليوم بكلمة لسعادة محمد بن هدام الظاهري الأمين العام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. تفضل. فيش مايك عند حضرتك. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المهندس هاني وريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مهندس سمير حبيبي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، سعادة محمد الثاني رئيس مجلس إدارة البرزنتيشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الحضور والإعلاميين. في البداية المصري بمناسبة تأهله إلى كأس العالم، ومن هنا نهني القيادة المصرية والشعب المصري وأيضا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم واللاعبين والجهاز الفني والإداري. أيضا ننقل لكم تحيات مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، متمنين لكم التوفيق في هذا المشروع. وبمناسبة هذا الحدث الذي نستضيفه في دولة الإمارات للمرة الثالثة، نحن سعيدين بتواجدكم عندنا، وأيضا هذا يعكس مدى التلاحم بين الشعبين والبلدين ومدى النجاحات التي قام بين البلدين. اليوم هذا الحدث يعكس كثير من الأمور، منها الأمور الفنية ومنها الأمور الإعلامية وأيضا على مستوى الجماهيري وأيضا على مستوى التسويقي. نحن في دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث بالتعاون ما بيننا من مجلس أبو ظبي الرياضي وبهذا الخصوص نحن أيضا نشكر شركة الأسوسيشن ونشكر الأستاذ محمد كامل على التعاون الدائم ما بيننا وما بينهم. الحدث إن شاء الله سيقام على استاد هزاع مزايد، آخر مرة صار عليه مباريات كأس العالم للأندية، واستضاف هذا الحدث مسبقا. اليوم الإمكانيات موجودة في هذا الاستاد، الناديين المتواجدين النادي المصري والنادي الأهلي هم قاعدة جماهيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن شاء الله بالتعاون يد مع الاتحاد المصري سينجح هذا الحدث في دولة الإمارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.